الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد يا رب العالمين. شكرا للزميل سالم بن علي الحبسي على التواصل المستمر والإبداع مع شوطنا الرئيس الأول الخاص للبكار المحليات. هكذا ينطلق شوط البكار المهجنات الأصايل التي بدأت هذه الرحلة مع صباحية هذا اليوم الجميل وهذا اليوم المميز الذي يشهد هذه التحديات الكبيرة والانطلاقات المتميزة لسن الإذاع، سن الإبداع، سن الإمتاع. ينطلق من نقطة البداية ألا وهي 6 كيلومترات التي قررت من قبل اللجنة العليا المنظمة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. أرحب بكل الأسماء المشاركة، بكل المتابعين والمراقبين، العيون التي تتابع قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لهذا الحدث الهام، لهذا الحدث الذي قادمة في هذه اللحظات والمنطلقة هنا ملهمة. عمر بن راشد بن سبت الخيالي مع المركز الثالث، المركز الرابع في هذه اللحظات القادمة الشاهينية. علي بن خليفة بن شاهين المرر مع المركز الرابع، المركز الخامس شعار محمد بن راشد بن ضحاك المنصوري، وسادسا وصلت العنود مع المركز السادس مبروك بن بركات بن عبد الله العديني. هذه هي 6 المراكز الاولى، لكن والله ان العشر يستحق النداء والمتابعة، لكن الكيلومتر الاخير. متابعين الكرام عبر الهواء مباشرة، وايضا المتابعين عبر جروب الدرعي عبر الهواء مباشرة، ايضا الدرعي مشارك بجروب اللي بينزل كل شيء بوقته وكل شيء مع الدرعي ومع ابو ظبي لابد ان يكون جميل. اعود الى مقدمة الشوط، الى مذيار. يا مذيار ما زالت مسيطرة، ما زالت منطلقة، ما زالت محتلة للمركز الاول. الله يا مذيار، يا مذيار ما زلت محتار كما قال اخي سلمان بلوي، يا دمعتي بسأل لا من غرق وجهي قبل الحزن يذبل حبيبتي منهي. ما بين مذيار، ما بين العنود، ما بين الشاهينية اللي قادم ايضا بشعار محمد بن سعيد بن حمود الاحفاري، ولكن مذيار والعنود. يا عنود الصيد اللي صادتني وانا من صاد، والله يا العديني لك هدية من نايف البلوي على هذا الاسم الجميل، اسم العنود والاحلى من شكلها اللي اسمها ما شاء الله. تهانينا المبروك بن بركات بن عبد الله العديني، مبروك وانت مبروك على فوز العنود في المركز الاول. ايضا الشكر لعامر الذي يتابع ويراقب العنود، شكرا يا عامر من القلب. المركز الثاني وصلت في مذيار ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي. المركز الثالث الشاهينية محمد بن سعيد بن حمود العفاري. المركز الرابع الشاهينية علي بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر. المركز الخامس شكرا لليحافي ملهمة عمر بن راشد بن سبت الخيالي، وشكرا لكافة زملائي المعلقين الذين يعملون يدا بيد من اجل الظهور بالصورة الواضحة. التوقيت الزمني لحظة وصول العنود، التوقيت هنا 9:48 و4 أجزاء من الثانية. تهانينا المبروك بن بركات بن عبد الله العديني على فوز العنود في المركز الأول. 9:49 أيضا 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك مذيار ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي. المركز الثالث 9:49
وتسعة أجزاء من الثانية تانينا لمالك الشاهنية محمد بن سعيد بن حمود.